الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ، لا يخفى عليكم حادث التفجير الذي وقع، سبق وأن وقع في العلية، وحدث فيه إزهاق للأرواح من المعاهدين وغير ذلك، والذي حدث من أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام، وأنكم تعلمون عظم هذا الفعل وما فيه من مخالفة أمر الله وأمر رسوله وعدم الأخذ بالأدلة الشرعية وتسفيه لآراء العلماء والراسخين في العلم ومن مشاقة ومحاربة لولي الأمر. والآن وقد حدث تفجير جديد في الخبر، فهل من كلمة لتبين دين الله تعالى في ذلك والتحذير من هذا المنزلق الخطير الذي سلكه فئة من الشباب وهم قلة ولله الحمد، وهم مستمد من فعل الخوارج، وهم قد لا يعلمون أنهم يفعلون ذلك وأن فعلهم فعل الخوارج، فهل من تبين لدين الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا العمل عمل لا يضره، كل عاقل فضل على المؤمن لا يضره، لأنه خلاف الكتاب والسنة، ولأن فيه إساءة إلى الإسلام في الداخل والخارج، لأن كل الذين يسمعون بهذا الخبر لا يضيفونه إلا إلى المتمسكين بالإسلام، ثم يقولون لشعوبهم هؤلاء هم المسلمون، هذه أخلاق الإسلام والإسلام منها بريء. فهؤلاء في الحقيقة أساءوا قبل كل شيء إلى الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يجازيهم بعدله بالنسبة لهذه الإساءة العظيمة. ثانيا، أنهم أساءوا إلى إخوة لهم من الملتزمين، لأنه إذا تصور الناس حتى المسلمون إذا تصوروا أن هذا يقع ممن يدعي أنه مسلم وأنه يغار من الإسلام، فسوف يكره من هذه أخلاقه، وسوف يظن أن هذه أخلاق كل ملتزم. ومن المعلوم أن هذا لا يمثل أحدا من الملتزمين إطلاقا، لأن الملتزم حقيقة هو الذي يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى أمر بوفاء العهود وأمر بوفاء العقود، وقال إن العهد كان مسؤولا. ولا يخفى علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولا يخفى علينا أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا يخفى علينا أن الائتمان أو التأمين والإجارة يكون حتى من واحد من المسلمين، وإن لم يكن ولي أمر، حتى إن ولو كان امرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أمهان. فكيف إذا كان هذا الأمان من ولاة الأمور؟ فهذه هو عين المحادة لله ورسوله وعين المشاقة لله ورسوله. ثالثا، لو قدرنا على أسوأ تقدير أن الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الذين قتلوا دولة معادية للإسلام، فما ذنب هؤلاء الذين جاءوا بأمر حكومتهم ولم يأتوا؟ قد يكون بعضهم جاء عن كرب ولم يرد الاعتداء. ثم ما ذنب المسلمين الساكنين هناك؟ فقد قتل من المسلمين من هذه البلاد عدة من هؤلاء، من أطفال وعجائز وشيوخ في مأمنهم في ليلهم عند الرقاد على فرسهم. ولهذا تعتبر هذه جريمة من أبشع الجرائم، ولكن بحول الله إنه لا يفلح الظالمون، سوف يعثر عليهم إن شاء الله ويأخذون جزاءهم. لكن الواجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا منهج خبيث، منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين، وأن هؤلاء إما جاهلون وإما سفهاء وإما حاقدون. فهم جاهلون لأنهم لا يعرفون الشرع يأمر بالوفاء بالعهد، وأوفى دين
في العهد هو دين الإسلام والحمد لله. هم صفها أيضا لأنه سيترتب على هذه الحادثة من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. يعني ليست هذه وسيلة أصلاح حتى يقولوا إنما نحن مصلحون، بل هم المفسدون في الواقع أو حاقدون على هذه البلاد وأهلها، لأننا لا نعلم والحمد لله بلادا تنفذ من الإسلام مثل ما ينفذه ما تنفذ هذه البلاد. الآن البلاد الإسلامية أليس فيها القبور تعبد من دون الله؟ أليس فيها وجود الدعارة؟ أليس فيها الزنا؟ أليس فيها اللواط؟ أليس فيها الخمر علما في الأسواق؟ أليس حكامها يصرحون بأنهم يحكمون بقوانين لا بالكتاب ولا بالسنة؟ فماذا يريدون؟ ماذا يريدون من 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 من, من فعلهم هذا؟ أي يريدون الإصلاح؟ والله ما هم بمصلحين، إنهم لمفسدون. ولكن علينا أن نعرف كيف يذهب الطيش والغيرة التي هي غبرة وليست غيرة إلى هذا الحد. ولا شك أن هذا إساء أيضا في المرتبة الرابعة والخامسة إلى هذه البلاد وأهلها وتأمين وترويع الآمنين. كل إنسان يتعجب كيف يقع هذا في هذا البلد الأمين. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخصي هؤلاء وأن يطلع ولاة الأمور عليهم وعلى من خطط لهذه الجرائم حتى يحكموا فيهم بحكم الله عز وجل. ابن عثيمين رحمه الله.